يقول: هل صحيح أن دماء الأولياء والشهداء هل ورد أن لونها أبيض ولكننا لا نرى ذلك لأن الله قد حجبه عنا؟ هذا كلام باطل. الدماء كلها سواء من الأولياء ومن غيرهم، كلها سواء، هذا كلام باطل. ليس لدم الولي ميزة على دم غير الولي. الولي والكافر دمهم واحد دم. نعم.